أنا معكم أخوتي سلام ربي يسوع إليكم، مجد الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. اليوم بدي أحكي لكم عن قصة، بس القصة مهمة جدا جدا. بأول أهمية لها إنه هي قصة حقيقية جدا. تاني أهمية لها إنه هيدي القصة رح تحكي عن أهمية الصلاة لموتانا، وإنه موتانا بيسمعوا وموتانا بيحسوا والله بيستجيب لما بدنا نترحم على أي إنسان ميت. وكنيستنا كنيسة أحياء لا أموات، على طول صلوا لأجل أمواتكم واسمعوا هالقصة كتير كتير منيح حتى تشوفوا أهمية الصلاة للموتى. بيحكى من 150 سنة، وهي قصة حقيقية صارت بروسيا من بعهد القيصر نيكولاوس الأول بروسيا، وكان الأسقف اسمه أو العائلة تبعيته تشيرتكوف، الأسقف تشيرتكوف. هيدا الأسقف كان في مسؤول عن ضياع كتير وعن مناطق، يعني بتعرفوا بروسيا المناطق كتير شاسعة وفيها قرى كتير كتير كبيرة. بإحدى هيدي القرى ضيعة صغيرة في بقلبها كاهن رعية اسمه حبقوق، متسمع اسم أكيد النبي حبقوق اللي هو بالعهد القديم. هيدا الكاهن اسمه حبقوق متزوج، وهو هيدا الكاهن كان كمان استلم الرعية عن بيو الكاهن بهيدي المنطقة، وكان معروف حبقوق قديش هو مؤمن جدا، ولدرجة انه ما كان بده يتزوج، انما لانه كان في بنت او امرأة يعني عايشة عيشة فقر كتير كبير وهو فقير كتير، وهي ما عندها حدا فتزوجها حتى تعيش معه، واثنيناتهم كانوا فقراء جدا بهيدي الضيعة. حبقوق عرف عنه انه كان مؤمن كثير واشتهر انه بيصلي على طول للموتى، لدرجه كان عامل دفتر، عنده دفتر بيسجل مسجل فيه اسامي الموتى كلياتهم اللي بيعرفهم واللي بيقولوا له عنهم. يعني لو اجى واحد من ضيعه كثير بعيده قال له انا بيي ميت، شو اسم بيك فلان الفلاني، بحطه عنده بالدفتر. مع الايام والسنين صار هالدفتر يكبر، صار يقولهم كلهم ويترحم على كل اسم باسمه، كان تاخذ معه ساعتين وثلاثه، وهيدا الامر كان يصلي صباحا ومساء للموتى اللي بيعرفهم واللي ما بيعرفهم. لدرجة بيوم من الأيام عصبت مرته قالت له يا رجال بعرفك كاهن، أنت بس منك راهب ولا ناسك، يعني أنت كمان عندك واجبات، عندك واجبات ببيتك كمان، أن قوم فلاح معي هيدي الأرض شوي، لأنه هو عندهم أرض ملاصقة للبيت، مجتمع هن طبعا مزارعين وفلاحين، حتى نقدر أنه ناكل ونشرب. أنت بتقدس بقلب القداس، بتترحم على الموتى بياخد معك قداسك 3 ساعات، بترجع كمان الصبح بدك تترحم على الموتى بياخد معك كمان ساعتين، وعشرين ساعتين ثلاثة. هالأمر عم بيأثر على شغلنا بالبيت وبالأرض تبعيتنا. كان يقول لها شو بدنا نعمل يا مرة، هيدي مشيئة الله، نحن فقراء ما عنا اعتراض على فقرنا، الله هو اللي بدبر والله هو اللي بيساعد. قالت له طب صلي لله لحتى ينقلك على رعية تكون منيحة، يكون بيتنا مكتفي، يقدروا الناس يقدوا لنا بيتنا، ما نزرع ونفلح، وكون على القليل مأمنين لك اكلاتك هاي الرعيه تتقدر ساعتها تصلي. هون الرعيه ما فيها تأمن الاكل لك لانه فقره مثلهم. الله انا ما بطلب شيء اناني وما بطلب شيء من الاسقف، مثل ما الله بريد، وين بدي اتعين انا بتعين، وين الله بده اياني يكون ما راح اعترض، بس انا تطلب ما راح اطلب نقلي على محل منيح، نحن هون كتير منيح محلنا. بهيدي الاثناء بيموت الخادم اللي هو مسؤول عن احدى القرى المتمدنه، كان في يصير اوقات، مش اوقات، كان بالتدرج القرى اللي قريبه من المدينه تصير مثل المدينه، يعني تصير قرى صناعيه تبطل زراعيه. باحدى هيدي القرى اللي قريبه من المدينه واللي مشهوره انه غنيه جدا جدا جدا، 90% من سكانها قصور، واصبحت قريه كتير كبيره تعد صناعيه ما فيها أراضي زراعية، والكاهن اللي كان بقلبها كان الرعية مكفينه وعنده بيت وأمنوا له أكل وشرب وصلي بس معهم، قادر إنه يدير باله على خدمته وما يلتهي بشيء تاني إنه يزرع أو شيء، فقط كاهن للخدمة وبس، وكان هنيك معهم مصاري إنه يقدروا يعيشوا الكاهن. لما مات هيدا الكاهن بالمنطقة الغنية إجا للأسقف الموجود تشيريتكوف، بيقول هو بمذكراته اجاني اكثر من 200 طلب من كاهن حتى يجوا يخدموا بهيدي الرعيه، من علماء لاهوت، من معلمين، من كهنه، ما بتصدقوا قديش الكهنه اللي طلبت انه تنقل 200 كاهن من 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 الاشهر اللي بيعرفهم هو الوعاظ والمشهورين.
واللي كانت كمان عنده انه كل كاهن كان من هول جايب معه كارت واسطة، هيدا موصى فيه وزير، هيدا موصى فيه صاحب قصر، هيدا موصى فيه انه الرعية، انه هيدا كتير منيح جايب ورقة من رعيته. كل واحد كان مقدم معه مثل ما هلا بنقول السفي انه كمان بخص فلان بخص فلان، 200 واسطة مع 200 واحد. الوحيد اللي ما قدم مع انه عرف انه خليت هيدي الرعية من الكاهن هو حبيبنا حبكوك. ضل عم يصلي، بعد الصلاة يحمل المعول وينزل يفلح بالأرض. نام المطران بقلب، عم بحكيكم هي من اكثر 150 سنه، بقلب الحلم بيحلم ناس ما بيعرفوا واقفين عم بيقولوا له منترجاك نحن برساله خاصه منا بتجيب الكاهن حبقوق، هو اللي يخدم بهيدي المنطقه. الكاهن حبقوق لازم هو يكون بهيدي المنطقه حتى يتفرغ للصلاه، يكون هو موجود بهيدي المنطقه. وهم من النوم منظر مرعب كان الحلم، وهو ما بيعرف انه في عنده كاهن اسمه حبقوق، عنده كاهن كثير. يعني اذا عبالكم انا انه في 200 كاهن من الابرشيل اللي هو مسؤول عنا، 200 كاهن ودوا له انه بدهم يتعينوا بهيدي الضيعه، يعني قد ايه في كهنه؟ شو بده يعرف؟ ايام زمان ما في لا تليفونات ولا انترنت، يعني اكيد انه اذا رجع تذكره وشافه، بس ما بيعرف. يعني 200 كاهن بس اللي طلبوا النقل، يعني عنده ما يفوق ال 600 كاهن، كيف بده يتذكر منهم؟ قلت لكم روسيا كبيره، ضيعه كثير كثيره، وشعب كثير كتير، شعب كبير. ما بيعرف هو، بيصلي بإيده على وجه المطران وبيرجع بينام. ما بيعرف، فكر كابوس حلم. بس يرجع ينام بيشوف نفس الأشخاص واقفين وعم بيقولوا له من جديد بنقول لك، ورح كل يوم نقول لك إذا بس كل ما تنام لتنقل حبقوق على هيدي الرعية، ما بدنا غيره. قال له مين أنتو بالمنام؟ قال له مين أنتو؟ قالوا له نحن الراقدين، نحن الموتى ومن عدة رعايا، منا بس من رعية حبقوق، نحن من عدة رعايا وفي معنا هون راقدين من هيدي الرعية اللي عم نقول لك عليها. نحن بسبب صلوات الأب الكاهن حبقوق نحن هلأ صرنا بالسماء وعم نحكيك من السماء، وبعد عنا أخوة تحت بالمطهر وميتين، وعنا ناس نعرفهم رح يموتوا، فأكتر واحد نحن أفادنا بصلواته هو الكاهن حبقوق، عم نحكيك من السماء، الله أكرمنا لإلنا ودخلنا السما بعد ما متنا بسبب صلوات حبقوق لإلنا وبالاسم. فاق من النوم بعيط للمساعد عنده، لأمين السر، بيقول له شوف لي مين كاهن حبقوق اللي عنا. بيطلع بالسجلات، ايه مزبوط سيدنا بضيعة الفلانية موجود الكاهن حبقوق خير. قال له بتبعت لي يجي لهون فورا. طبعا يجي لهون فورا بده يوم روحة يوم رجعة، بس المعنى الكلمة. توصل البرقية مثل أيام زمان، المرسل اللي بيبعتها أنه سيدنا المطران الأسقف عاوزك. قال له اللي عم يوديه الخبر أنه شو عامل؟ عامل شيء؟ أنه أسقف بده إياك في شيء؟ قال له أنا من جهتي ما عامل شيء، بس لتكن مشيئتك يا رب. قال له طيب لكن روح مر حالك وبكرة كون عنده. قال له أوكي مش مشكلة، بس عن إذنك عمول معروف أنا ما معي أجار الطريق. حبقوق لا يملك بالبيت فلسا، لا يملك بالبيت قرشا، لا يملك ذهبا ولا فضة، ما كان معه ليرة أو عملتنا نحنا، ما كان معه دولار، ما كان معه يورو، ما كان معه مصاري. قال له ما معي روح. قال له ما مشكلة، عطاه أجرة الطريق وقال له روح لعند المطران. وصل لعند المطران، أنا حبقوق. أهلين يا أبونا حبقوق، أنا ناطرك من زمان. قال ناطرني من زمان، شو في خير؟ طبعا زمان بوقتها لانه كان ناطره من اسبوع، قال له عم يحلم هالاحلام هيدي توصل. خير شو في؟ قال له انت بتصلي للموتى كثير؟ قال له مزبوط. قال له انا عندي كاهن توفى بهيدي الرعيه، هيدي رعيه كثير مهمه وكثير اغنياء اللي قاعدين هناك، وبدي كاهن مصلي مثلك حتى يكون معهم للاغنياء وبذات الوقت تكفي مهمتك بالصلاه للموتى. قال له ايه سيدنا انا حاضر، بس مين اللي قال لك عني؟ يعني كيف تصارت انه بعت وراي انا؟ في سبب معين؟ قال له ايه، في 200 كاهن تقدم حتى يكونوا كهنه بهاي الضيعه، 200 وعندهم وصاية كتير كانت اجوا لعندي ما عرفي انه حتى يكونوا بهاي الضيعه عم يخدموا، بس انت يا حبقوق كانت وصيتك واللي توسطوا لك اهم بكتير من اللي توسطوا لهول. انت وصيتك كانت من السما، هن وسطهم كانت من الدنيا، وانا بدي منك طلب واحد يا خي حبقوق، لما موت تبقى اذكرني بصلاتك. هيدي يا اخوتي قصه حقيقيه
عن أهمية، قديش أهمية إنه نحن نصلي لموتانا، ويا رب كل واحد منا يكون عنده حبقوق يصلي له بس يموت. من له أذنان للسمع فليسمع. آمين.